حوار بطعم التهديد والابتزاز هو توصيف الكاظمي للحالة السياسية بعد رسالة أبرقتها إليه تنسيقية الفصائل عبر الإطار التنسيقي، تضمنت تحذيرا شديد اللهجة إذا لم يجري انسحاب القوات الأمريكية في موعده. أنا لا أعتقد أكون سداد سياسي في العملية السياسية، ولكن أن يتحول الحوار بالتهديد والابتزاز والسلاح هذا مرفوض مطلقا وغير مقبول. الحوار قائم بين القوى الشيعية والسنية والكردية فعلاً، لكنه يصطدم بتمسك الصدر بحكومة الأغلبية السياسية وتعلق مصادقة نتائج الانتخابات على حسم المحكمة الاتحادية لطعن العامري فيها، صدام يقترح الحكيم تبديده بسعة الصدر والاتفاق والمرونة المطلوبة، شروط إذا ما تحققت فإن الحكومة بتقديره ستبصر النور في أسبوعين. ولا بعدنا برنامج، هذا برنامج لخدمة الناس، من يقبل به؟ من يلتزم به؟ من يتبنى هذا؟ لو تبانينا عليه وليس فيه كسر لأحد وليس فيه فرض لأحد، يمكن أن يكون مشروعاً يجمع العراقيين ويشكل حكومة في غضون أسبوعين. ووسط مقاطعة الصدر حتى الآن لدعوات التوافق، يقول مصدر رفيع في الإطار التنسيقي ليوتيفي إن قواه تواصل التحضير لمبادرة تمهد لتشكيل الكتلة الأكبر بالاتفاق مع السنة والكرد.